بانجا راديو دا بانجا راديو دا بانجا راديو دا بانجا المستمعون الأعزاء عشاق راديو وتلفزيون دبنجا مرحبتين حبابكم في عدد جديد من مجلة الأحد. في العدد ده بنتابع الدكتور جلال حامد يطلق مبادرة لمكافحة الآيس. الكاتبة الروائية ريم عثمان عطى المنان تواصل حصد الجوائز وتطالب المجتمع بالوقوف مع الأقلام من أجل إصلاح المجتمع. وعبد الرازق خميس من قرية دامبا غربي كادوغل يتحدث عن تراث البلدة ويطلق صوت البوغ بواسطة قرن التيتل. كما نستمع إلى صورة الغلاف وكلمة العدد وعناوين الأخبار من راديو وتلفزيون دبنجا. تابعونا. إليكم عناوين الأخبار من راديو وتلفزيون دبنجا. مقتل 6 أشخاص وإصابة 13 بالمدينة 6 في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق أثر اشتباكات بين جنود من القوات المسلحة ومجموعة محلية قبيل زيارة البرهان للمنطقة. دولتا السودان وجنوب السودان تتفقان على نشر قوة أمنية مشتركة على حدود البلدين تأمينا للحدود ومنع تسلل الأسلحة غير القانونية ومحاربة القوات السالبة في المناطق. الآلية الثلاثية تؤكد دعمها لفعاليات المرحلة النهائية في العملية السياسية حتى الوصول إلى اتفاق نهائي. مجموعة قاضبون بلا حدود تسير موكب المحتقلين تنديدا بقضية المحتقلين تعسفيا والمغيبين قسريا. تجمع المهنيين السودانيين يعلن وقوفه مع مخرجات ورشة تفكيك التمكين ويصف التفكيك بالقضية الجوهرية في الانتقال الديمقراطي. نغلا عن سودان تريبيون ترفع المجلس الأعلى لنظارات البجا يؤكدان رفضهما للعملية السياسية الجارية ويهددان بسحب الاحتراف بالسلطة في الخرطوم وإشعال الحرب والانفصال بإقليم الشرق. مجمع الفقه الإسلامي يستعين بأطباء ومعالجين نفسيين ضمن لجنة الأحوال الشخصية للنظر في حالات الطلاق لمعرفة الحالة النفسية للزوج عند وقوع الطلاق. الشرطة تلقي القبض على الكتاب الصحفيين ضياء الدين بلال مزمل أبو القاسم الطاهر ساتي في قضية شركة زبيدة العالمية فيما تم القبض على الصحفي عادل الباز من الشرطة القطرية في ذات قضية النشر. العاملون بالهيئة العامة للإرصاد الجوي يعلنون الدخول في إضراب شامل عن العمل من الأحد حتى الخميس 19 يناير مطالبة بتجويد الخدمة والهيئة تخلي مسؤوليتها فيما يتعلق بالملاحة الجوية في فترة الإضراب. مجلس عمداء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا يقرر رفع تعليق الدراسة بكليات الهندسة والعمارة والتخطيط واستئناف الدراسة الأحد 15 يناير. السلطات تضبط كمية من مخدر الشاشمندي بحوزة رجل وامرأة على الحدود الشرقية وضبط 719 راس حشيش بانجو بمحلية الخوي بغرب كردفان. لجنة المرشحين الناجحين في الاختبارات المؤهلة للعمل بوزارات الخارجية تعلن عن وقفات احتجاجية والتصعيد بعد بدء الخارجية إجراءات تعيين قائمة الراسبين المثيرة للجدل. تسجيل 11 إصابة مؤكدة بالحصبة في قرية بمحلية ودبندة بولاية غرب كردفان لمصابين بين 45 عاما وحكومة الولاية ترسل فريق طبي للمنطقة. انتهى الموجز إلى لغاء. مرحب بكم من جديد سامعين الأماجد ومعنا نتابع صورة الغلاف عن أطفالنا الحلوين وهم بيخطوا خطوات وإيدة نحو المستقبل قطعا بيحتاجوا من يساعدهم على بناء نسيجهم الاجتماعي بصورة جيدة. في صورة الغلاف بنشاهد أطفال جايين من المدرسة منهكين
وزهجانين وصوتهم يعلو وهم متشاكلين وما في واحد طايق التاني. وتقوم أمهم في هدوء وتملى ليهم صحن بليلة بس بليلة. قعدوا عليها وفي البداية كانوا صامتين وشوية اتبدل حالهم تماما وحلت محل المناقرة والزهج قفشات وتعليقات وضحكات. وبدت الأم تشاركهم ضحكاتهم وتديم درس غير مقصود وجرعات على التحمل والصبر والمحبة مهما ضاقت، وهم بيعلنوا وبيتعهدوا إنه يلتزموا بالطلبة منهم. أواه ما هذا الجمال، ما هذه البساطة، ما هذا الاتزان. الصورة بتأكد حقيقتين، الأولى إنه فعلا الجوع كافر وشقيق ودوم روحه القهر الممكن يوصل الناس لحد التخاصم والاقتتال، والجعان بياكل البليلة وما حيسأل أبدا عن الشيبس والشوكولا والبيتزا. وتانيها إنه بيملك قوته ما بس بيملك قراره، بل هو بيملك الدنيا كلها بين إيديه، وأولاد المزارع ما بيجوعوا. فهيا إلى الإنتاج. وهذه كلمة العدد. سامعين الأعزاء، يومين ديل يمكن تكونوا سامعين كل القنوات والإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن انتشار وباء جديد اسمه الآيس. والآيس زي ما عرفته هو نوع من المركبات الكيماوية الخطيرة جدا، بدمر الأعصاب. وانتشر مخدر الآيس بصورة كبيرة في السودان لأنه بيتم تصنيعه في شكل أغراس أو حبوب صغيرة بأشكال وأنواع متعددة سهل التناول وسهل التداول. انتشر وسط الشباب بسرعة فائقة. وانتشار الآيس بفسر لنا الكم الهائل من الجرائم الغريبة والفظيعة اللي بنسمع عنها كل يوم: قتل، اغتصاب، نهب، سرقات وتصرفات هستيرية وسط الشباب. من خلال العدد ده من مجلة الأحد بنضم صوتنا لكل الأصوات اللي بتنادي بضرورة الانتباه لهذا الوباء ومحاربته ومحاربة كل أنواع المخدرات لتحرير عقول شبابنا، لأنهم هم عماد الوطن وركيزته ومستقبله. فخلوا بالكم من عيالكم، تحفظوا أمنكم وأموالكم. ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة الآيس تقلق المجتمع السوداني. نرحب بالدكتور كمال حامد الذي أطلق مبادرة قوية في إطار الحملة. المبادرة بالنسبة لي لها شركة، لا منظومة، لا منظمة، لا الواحد ما بينتمي لأي جهة، بس استشعارك زول سوداني استشعر المسألة بتاعت الآيس اللي بقت تهدد ودخلت البيوت ودخلت المدارس. لذلك الواحد فكر انه مساله محاربه بالذات الامور الشاذه لابد ان تتضافر فيها الجهود، يعني اذا كانت رسميه او شعبيه، وده دور نتيجه المجتمع والامرون بالمعروف والناهين عن المنكر. المسائل دي بدون ما نكون ان احنا استشعرنا جماعيا المشكله ما بنقدر نزيلها بشكل سريع. مساله التكاتف دي مساله مهمه جدا جدا، عشان كده الواحد حس بالمسؤوليه وحس ان المساله دي بقت فعلا خطيره واستشرت، وفعلا الكلام عنها ما انه الناس بتدخن في المساله. وكلكم والناس اي زول في المجتمع السوداني هسه عارف خطوره المساله دي ذات شنو. طيب ليه جات المساله بتاعت الوري الى الحاجه دي، انه الناس تخوفت شديد وكده، حتى لو قالوا اتضخمت ولا وتفر، يعني لأنه المسألة بتاعت الآيس تختلف من بقية المخدرات. المخدرات الأخرى عشبية يعني، فبتلقى إنه حتى الهند لما حاربت الآيس
لانه برضه حتى كانت الحكومه تقول لاخصائها الزول ممكن يتناول كوكايين، يتناول ماريجوانا والمسائل دي، لانه ممكن الواحد يرجع منها يحصل له ريهابيتيشن، في مراكز متخصصه في ذلك. اما بالنسبه للايس، الايس لانه مصنع والمزله بيضرب الاعصاب طوالي، فده دمار بالنسبه للانسان. وبنلقى انه متعاطي الايس هو نفسه بيكون عبء على الاسره نفسها، لانه لازم يكون انجيج شخص قصاده، لانه يكون هو غير طبيعي وتصرفه غير طبيعي، وممكن يعني يعرض نفسه يعرض الاخرين برضه لخطوره. انه الناس بتكون دائما في مساله انه ممكن يهرب، ممكن يشيل لحاجه حاده، ممكن يتحول لانسان يعني اجريسيف عنيف في لحظه من اللحظات، لان المساله دي يعني ضاربه للاعصاب يعني للانسان. لذلك انه ده انسان يتدمر وشغل الاسره وشغل المجتمع، وكان ممكن يكون انسان مفيد بالنسبه للمجتمع. وبنلقى انه المسائل دي زاد حتى في الجامعات انتشارها، لانه ده مستقبلنا وده شبابنا، ولا بد كلنا نقف مع بعض، الجهات رسميه والواحد ما بينكر جهود كل الجهات اللي هي بتعمل في المكافحات وكده من زمان وكده، لكن احنا دارين احنا برضه نخد يدينا معاهم كشعب، برضه مستشعرين المساله دي على اساس انه نقوم كلنا مع بعض نكمل بعض، على اساس انه اولادنا يكونوا في وضع احسن صحيا. طيب برضه مواصله للخطوره المساله، بنلقى ان العالم هسه كله واقف في مساله الايس، وزي ما ذكرت انه غير عشبي، العشبي بيكون في نسبه بسيطه من المخدر وممكن يعمل واش اوت بالنسبه للبلد، ويحصل عمليه اعاده تاهيل في المصحات المعروفه بيدخلوا فيها الاطباء بتاع السايكولوجيكال والحاجات دي كلها، الناس بتضافر فيها جهود مع الاسره مع المدرسه مع الجامعه مع كده. لكن بنلقى انه مساله الايس مرهقه جدا، لانه العوده منها هي يمكن شبه مستحيله، عشان كده ندوق ناقوس الخطر كل بكل قطاعات المجتمع، يعني individual كشخص فردي، كمنظمات حكوميه غير حكوميه، المساله بتاعت الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر في المساجد، رجال الدين، رجال الدوله، كلنا على حسب موقع، الطبيب، المدير، فكل المسائل اللي قمنا ضافرنا جهود وقمنا وحدنا العدو، لانه هسه رغم اختلافاتنا في الحاله الاستثنائيه مع شباب البلد، لكن يمكن يوحدنا الايس الاساس، لانه عدونا كلنا، ما عنده جنس، ما عنده لون، ما عنده قبيله، ما عنده، فالمساله دي بتوحدنا كلنا. فتضافر الجهود بالذات الاعلاميين عندهم دور كبير جدا جدا، انه ما بس الايس فقط، فحتى المخدرات بانواع المختلفه. نحن هنا ما بنشجع على العشبي مرغوب يعني، حتى البنجو والمارجوانا، لكن انا بقول تاثير الايس، تاثير الايس مهم جدا جدا في انه الناس تقيف، لانه ده فعلا ده العدو الفتاك اللي بيقوم بعد ذلك ينهي شباب اولادنا ويدخل في بيوتنا حتى اطفالنا، لانه ممكن تدخل المساله دي. الاويرنس بروجرام في رجال الاختصاص والدكاتره الاختصاص هم نفسهم يعني بيدوك لك الوقايه غيره من العلاج، هتكون فيها مساله بتاعت ترغيب وترهيب في نفس الوقت للناس، انه الناس ما بتترغب انه يعني تشرب او تتعاطى مخدرات وشبيه، لا، المزله الترهيب انه المزله دي بتضرك انت ذاتك في شخصك في مجتمعك في المسائل دي، وانه المزله ذات دينيه الانسان المفروض ما يغيب عقله، لانه غياب العقل الا المجنون يعني، ده بعد ذاك ده من ربنا، وده مساله بتاعت انه ربنا ابتلاه، لكن انت ما بتغيب عقلك لاي ظرف من الظروف. عشان كده قبل ما يحدث الحدث الناس مفروض كلها تقف مع بعض، كلها على حسب زي ما ذكرت لك، انه كلنا على حسب وضعه في المجتمع. ومن هنا جاءت المساله بانه كسوداني، فقط كسوداني دكتور جلال حامد كسوداني، انه نبدا النداء ونتكاتف، وما نهايته يوم الجمعه فقط، لا، في جهه الاختصاص علينا احنا برضو نقف من وراهم على اساس نكمل بعض، وما فقط بس في الايس، اي مشكله بتخص السودان المفروض احنا ذاتنا نعمل نفره عشان تلمنا كلنا ونشتغل كلنا مع بعض لمصلحه هذا البلد. ريم عثمان عطا المنان، صحفيه روائيه وكاتبه قصه قصيره، لفتت كتاباتها النقاد وحصلت على عدد من الجوائز المهمة.
نتعرف أكثر على ريم عثمان. مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مجلة الأحد. وفي الحلقة دي نحن سعيدين إننا نلتقي الكاتبة والصحفية ريم عثمان عطا المنان، ودي صاحبة عمود اسمه كتابات حرة. وريم دي فازت مؤخرا بالمركز الثالث في جائزة الأديب الصحفي الراحل عيسى الحلو للقصة القصيرة في نسختها الأولى. وأيضا سبق لريم إنها فازت بالمركز الأول في مسابقة يوسف إدريس للقصة القصيرة، النظمة اتحاد الكتاب العرب ومركز زرة بباريس العاصمة الفرنسية، وكانت قصتها اسمها حذاء دامي. أيضا عندها رواية اسمها تداعيات غير معلنة، وهذه الرواية اتنشرت بعنوان الغرفة المظلمة، فازت بالجائزة الأولى في المنافسات الثقافية التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة في العام 2018. معا إلى تفاصيل هذه المقابلة. ريم عثمان عطا المنان إعلامية وغاصة وناشطة لتنمية المجتمعات المدنية وقضايا المرأة. شاركت في العديد من المسابقات، شاركت 2018 في المسابقات الثقافية بولاية الجزيرة بقصتي مسمى تداعيات غير معلنة، وقد فازت بجائزة الأولى، وقد قمت بطباعتها الآن بعنوان الغرفة المظلمة، والتي ستكون في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بإذن الله ضمن دار المسك للنشر والتوزيع. شاركت قبل عامين في مسابقة يوسف إدريس والقصة القصيرة التي ينظمها مركز ذرة للدراسات والأبحاث بباريس، بمشاركة اتحاد الصحفيين العرب والكتاب العرب بأوروبا ومجلة كل العرب، وهي منافسة عالمية على مستوى العالم. قد استطعت بحمد الله الفوز بالجائزة الأولى عن قصتي حذاء دامي، وشاركت هذا العام في مسابقة الراحل عيسى الحلو القصة القصيرة التي قامها المجلس القومي للثقافة والفنون الخرطوم تكريما للراحل وما قدمه للثقافة وما قدمه للبلاد. وقد كانت المنافسة في جميع المسابقات التي قمت بها شريفة، والحمد لله الذي مكنني من هذا الفوز. لكن الغرض الأساسي للكتابة مؤكد ليس هو الفوز بالجوائز التي نقدمها لنا، إنما الجائزة الكبرى هي قدرتنا على إيصال صوتنا وتسليط الضوء على القضايا التي تحتاج لتسليط الضوء عليها ومعالجتها، وهي كثيرة، منها ما يسهل الكتابة عنه ومنها ما يصعب الكتابة عنه. وقد اخترت دائما أو غالبا للكتابة عن ما يصعب الكتابة عنه، عن تلك القضايا التي يرفض المجتمع الحديث عنها علنا أو ما يعرف بأدب المسكوت عنه. وقد عهدت نفسي ألا أتوقف مهما واجهت من صعاب، والصعاب كثيرة. المجتمع تقبل مؤخرا أن تقف المرأة وتعلن عن رأيها، تلعنا ذلك اختلاعا، بدأت المرأة في أخذ مكانها أو على الأقل القدرة على الدفاع عن مكانتها وعن وضعها. لكن أن تقف المرأة وتتحدث عن المسكوت عنه فهو أمر صعب، لكننا لن نتراجع. وحالك حال كل الكتاب السودانيين، نحتاج للدعم الشديد، نحتاج إلى وجود الكثير من المنتديات والنشاطات الأدبية، نحتاج إلى مناقشة كل كتاباتنا وإعلانها، نحتاج أن نقوم بنشرها، أن يتم توزيعها بصورة جيدة في كافة أنحاء البلاد وفي كافة العالم حتى. نحتاج الكثير، نتمنى أن نتلقى دعما من الجميع، نتمنى أن يستطيع كل الكتاب أن يكتبوا ما بخطرهم دون أن يفكروا مرتين. نتمنى عندما تخرج حروفنا للحياة وترى النور أن تجد من يأخذها على محمل الجد، أن تجد من يستمع لها، أن تجد المجال الذي نستطيع فيه أن ننشرها. نتمنى للجميع التوفيق، نتمنى للبلاد النهوض، نتمنى للثورة السودانية أن تعود على البلاد بالخير الذي نرجوه، وأن تصل البلاد للحالة التي نتمناها لها، المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية، وعاجل الشفاء للجرحى والعودة الآمنة للمفقودين. شكرا جزيلا. مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، بنهاية حديث الكاتبة والروائية ريم عثمان الفائزة بالمركز الثالث بجائزة الأديب والصحفي الراحل عيسى الحلو للقصة القصيرة، نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة. وحتى جديد اللقاء في حلقة قادمة، لكم مني عاطرة تحايا. قرية دامبا معقل قبيلة دامبا تتميز بتراثها الضارب بجذوره في الحضارة السودانية. عمنا خميس يعشق النفخ على قرن التيتل، أحد أشكال التراث في دامبا. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، مرحبا بكم في المحطة دي من مجلة الأحد، صفحة جديدة بنفتحها بنتصفح فيها تاريخ وتراث بلدنا. نحن الآن في قرية دامبا واقعة غربي كادوغلي، وتراثنا جميل وعنده أدواته.
أنا خلوني أرحب بزول معي في الحلقة دي. منو معانا؟ اسمك منو؟ نعم، أبو رازي خميس كان وكافي من جبيل الدنبا يديك كندودو لو سيدو أنا وترف الدنبا. مرحب بك. أنت عندك آلة شغال بيها الآن كده؟ خلينا نعرف اسمك شنو. هذا التراث دي القرية المتصممة ده تيتر أنت جبتها بيدي ده من الكوبو. أنا أسكري تابر الشندي شغاوة شيني شغاوة شندي وأنا الدنباوي والقرين ده إذا ما تيتل دي تراث بتاع الدنبا. جبتوا سنة كم القرين ده؟ نعم خارجي أنا داربا من سنة 1990 يعني شوف تاريخ الناس يضرون زي ده أسامة الحكومة من البريو اللي التراث بتاعي ده. لو كنت بتبوه كنت متبوه هناك وأنا جبته. تمام. بيضربوا متين في هذا المعسل؟ أيوة بضربوا في التراث بتاع السبر وسنهوية وهذا زور راح من الزمان تطلع في الجبل زي ده تضرب وزور راح ده قريب يجيني. ده الله أكبر من تراث الجبال مو بقى مثلا. طيب أي حاجة عندها ضربة محددة يعني في حالة الزور رايح عندك ضربة محددة وفي حالة التراث ضربة محددة ولا كل واحد؟ أيوة نعم الزور ضربة التراث ده براو وزور رايح ده براو وزور مات ما برسه الزور الزور هناك إلا القرم يجيب الناس. القرم من كوري في الجبال النوبة دم بخازة دم بدي ها الناس كلهم بيقوموا في شو نجمة بيجروا محل القرم حتى لو مدينة ها جوا بيجي دم ضرب هناك أنا مش مكاتب والقرن رفع جهاز الجهاز بشنو بهذا التراث عندنا دم. الحمد لله. يلا نسمع نسمع تضرب لنا طالما الناس الليلة محتفلين اضرب لنا حق الفرح حق الاحتفال. جدا. يلا نسمع. جدا. وهكذا طوينا صفحات هذا العدد من مجلة الأحد حتى الملتقى. لكم تحايا أسرة التحرير وإلى لقاء.